طب اتصالح معاها يعني اتقبلها ولا اتصالح معاها، بمعنى ان انا اعمل ايه بالظبط في الصلح ده؟ يعني اخدها بالحضن ولا اتصرف ازاي؟ هضرب لك مثال. واحده مثلا فقدت الاهل والعزيز والغربه او واحده جالها مرض. طب انا هقول لك حاجه، انا كان جالي مره واحده جالها سرطان في المخ، وكان خلاها الورم خلاها تفقد بصرها يعني، وبعدين الدكاتره قالوا لا هنعين الورم ورد البصر، وبعدين رجع الورم تاني، وخلاص هي عارفه ان قدامها شهر او شهر ونص وهتموت. هي البنت ديت حصل لها تصالح مع الماضي، يعني مع الجلسات الارشاد النفسي حصل لها تصالح مع الماضي، راضيه عن كل العك اللي حصل في الماضي، راضيه عن شبابها، راضيه عن طفولتها، راضيه عن ادوار اهلها معاها، راضيه عن ادوار الاخرين معاها، راضيه عن اداء زوجها معاها، راضيه عن 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 ظروفها وعن قدراتها وعن مهاراتها. عايزه اقول لك الفتره اللي هي الشهر، هي شهر وهتتوفى يعني، بتقولي انا عماله اعمل بس مشغولات يدويه، وهي اصلا ما بتشوفش كويس، مشغولات يدويه عشان تبقى سوفونير للولاد لما اموت يا حبيبتي. وهي متقبله الفكره على فكره، مش بتقول كده، وهي هي عماله تعمل لهم ذكريات عشان لما تمشي يبقى ليها اثر. بتقولي انا عماله احاول اختم القران بسرعه حتى اروح اقابل الله عز وجل بالبقره وآل عمران عشان يونسوني هناك. فهي فهمت حقيقة الأمر وتصالحت مع الأمر ورضيت مع الأمر وتصالحت مع كل الماضي بكل ملابساته. لو الماضي فيه عك ديني يعني، ديننا جميل، ركعتين توبة يا جماعة، ركعتين توبة ورد المظالم، شوف انت مضايق مين واكل حق مين ورده، وسهل الموضوع خلص، وتصالح ونام بصدر رحب.